الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم القول عن المعلمة التي تربي الروح أمي الثانية؟ أو وهل يدخل هذا في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام؟ فالجنة عليه حرام. الحمد لله، إن انتساب الإنسان إلى غير أبيه إما أن يكون انتساب نسب، وإما أن يكون انتساب تقدير واحترام. فإذا كان الإنسان يريد أن ينسب نفسه لغير أبيه نسبة نسب، بمعنى أن ينقل نسبه من نسب أبيه إلى نسب هذا الرجل، فإن هذا هو المحرم وهو المعتبر في الشريعة كفرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن كون الطالب يقول لأستاذه أنت أبي، أو التلميذة أو الطالبة تقول لأستاذتها أنت أمي، فهي لا تريد بهذا الانتساب أن تنتسب لها نسبة نسب، فتكون أمها النسبية، فهذا لا يخطر ببالها مطلقا. ولكن هذا انتساب تقدير واحترام، يعني أنا أنت لي بمنزلة أمي تقديرا واحتراما وإنزالا لمنزلتك التي تليق بك، فهذا قول جائز ولا بأس به. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ولما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن مسألة فيها شيء، فأبدأ اعتذاره عن هذا السؤال وقال: يعني إني أجد في نفسي حياء منك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. فهذا من باب قول الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، في التعظيم والتقدير والاحترام وغير ذلك من هذه المعاني. فإذا هذا لا بأس به، كون الإنسان يقول لي من هو أكبر منه سنا، أو يقول لمعلمه وشيخه، أو الطالبة تقول مثلا لأستاذتها أنت أمي، فهذا من باب التعظيم والتقدير والاحترام، فلا بأس به، والله أعلم.